الثوار يؤكدون السيطرة على الوضع في مدينة مصرة بعد أسابيع من القتال العنيف، والذي مكن الثوار من صد القوات المولية للقذافي والتي كثفت من قصف ميناء مصرة، ما منع رسو سفن المساعدة الإنسانية وإجلاء الجرحى. واشنطن أكدت أنها ستواصل تقديم الدعم للثوار الليبيين إذ تعهدت بشراء النفط والغاز والمنتجات النفطية المصدرة من ليبيا. كما تعلمون، الاعتراف لا يزال قانوني، ومسألة الالتزامات الدولية لا تزال تدرس، ونحن لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة، قال السفير الأمريكي في ليبيا. القوات الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي تواصل محاولاتها في التأثير على الشعب الليبي، حيث تقوم عناصر من القوات النظامية بتدريب المدنيين في محاولة لإشراكهم في الحرب.